ام سي كنت فاكر منين؟ ابتعد في الفترة الأخيرة وفضل العزلة حيث كان يعاني من آلام سرطان الرئة، لكن لم يصرح ويتحدث عن الأمر على الإطلاق. حزن كبير سيطر على الوسط الفني برحيل الفنان المصري هشام سليم الذي توفي ظهور الخميس عن عمر يناهز 64 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، لكن يبدو أن الأمر الذي جاء صادما للجميع لم يكن كذلك بالنسبة لعائلة الفنان الراحل، وهو ما كشفت عنه الفنانة المصرية نهى العنبر عضو مجلس نقابة الممثلين في تصريحات تلفزيونية، حيث أكدت أنها منذ مساء الأربعاء وهي تعلم أنه لا يملك سوى ساعات قليلة فقط بعد تدهور الحالة الصحية، وهو ما جعلهم يقومون بتجهيز كافة التحضيرات الخاصة بطبي الجنازة، لتكشف بعدها عن مفاجأة مدوية موضحة أن هشام سليم أبلغ شقيقه والمقربين منه وعلى رأسهم يسرى أنه سيرحل في 22 من شهر سبتمبر وهو ما تحقق بالفعل. شاهد عادل إمام في عزاء هشام سليم: الله يرحمك يا صاحبي هتوحشني. حالة من الحزن الشديد والصدمة لا زالت تخيم على الوسط الفني بعد وفاة الفنان هشام سليم وتشييع جنازته عصر الأمس، وتوفي هشام سليم عن عمر يناهز 62 عاما بعد صراع استمر سنة مع مرض السرطان رئة اللعين. وأعلن نور هشام سليم نجل الفنان الراحل هشام سليم عن اختصار العزاء على صلاة الجنازة، حيث نشر نور عبر خاصية ستوري على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستغرام قائلا: شكر الله سعيكم جميعا ويقتصر العزاء على